الله ينظر للإنسان البعيد عن الله بأنهم بنين وبنات، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتايا تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي. إذا لم يتغير الفكر لم يتغير السلوك. في ألم وفي وجع، في حب وفي إله يقدر الحب جدا. صباح الخير، سلم كده على جنبك قول له اهلا بيك. تعالوا قبل ما نبتدي نسبح ونقول كلام كده كبير، يعني تعالوا ناخد دقايق كده كل اتنين جنب بعض نفكر نفسنا احنا جايين نعمل ايه. احنا جايين في بيت ربنا، جايين نسبح ربنا، فبكلام بسيط كده قول له رب انا جاي سبحك، انا جاي اتقابل معاك يا رب. احنا جايين يا رب عينينا ناحيتك، عايزين نشوفك يا رب ونتكلم معاك يا رب. احنا عارفين ومصدقين ان انت حياتنا يا رب، انت مصدر حياتنا، وبيك يا رب بنحيا ونتحرك ونوجد يا رب. من القعدة قدامك ومن القعدة في محضرك بنشبع يا رب، انت السند دول الامان، انت الكبير بتاعنا. لو خلصت صلاة تعالوا نقف مع بعض واحنا بنقول ندخل ديارك. ندخل ديارك نمتلي بروحك، نترك الخطايا عند مدخل الحجاب، نطلب حضورك نبتغي تتويجك، فاقبل تسبيحنا نحبك يا الله. فتعال بروحك عليها قدس الأقداس، نبتغي أن ندخل. فتعال بروحك عليها، المس في جمرك، المس في جمرك شفاءنا. ادخل ديارك امتلي بروحك، وحدك يا رب التمس برك. تاركا خطيئتي رافعا لك الصلاة، فجوعي وعطشي وارتوائي عندك. خذني ربي لقدس الأقداس، خذني ربي بجاه الحمام، خذني خذني ربي لقدس الأقداس.
23. المزمور ده انا حفظته من وانا في رابعه ابتدائي، كان في منهج التربيه الدينيه المسيحيه، كنت حافظه صم، بس لغايه النهارده بصدقه وبفهمه لان كلامه كبير وساعات كتيره قوي بيغيب عن ذهني. تعالوا نقراه كده ونصدقه مع بعض. الرب راعيه فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عايز نقرأ مرة كمان، أعداد قليلة قوي. الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب. رب أشكرك لأنك راعي صالح، أشكرك لأنك راعية. الرب راعي وهو كفايتي، في مراعي خضر يربدني. الرب راعي، الرب راعي وهو كفايتي، في مراعي خضر يربدني، إلى مياه راحة يريدني، يرد نفسي خير ورحمة يتبعانني، وبيت ربي أسكن. خير ورحمة يتبعانني، وبيت ربي أسكن. الرب راعي وهو كفايتي، في مراعي خضر يربدني، إلى مياه راحة يريدني، يرد نفسي
الرب راعيا. الرب راعيا وهو كفاية. Oh.
لن أخاف تحت ظل جناحيك، تحت ظلي، تحت ظلي، تحت ظلي، تحت ظلي، تحت ظلي، تحت ظلي جناحي. إله أمانة لا جور فيه، صادق وعادل، أنت الصخر الكامل صانعه، أنت الرب الممجد. إله أمانة لا جور فيه، صادق وعادل، أنت الصخر الكامل صانعه، أنت الرب إله أمانة. إله أمانة لا جور فيه، الكامل صانعه، أنت الرب الممجد. نفرح بك يا إله، نفتخر بك، نفرح بك يا إله، نفتخر بك. تضيء صراعي، تنير ظلمتي، تمنطقني بالقوة فيصل طريقي يا كاملا. تضيء صراعي، تنير ظلمتي، فلا تقطع القدم، تمنطقني بالقوة طريقي يا كريم. نفرح بك يا إله، أنت عزنا. نفرح بك يا إله، من مثلنا، من مثلنا، شعب منصور بك، أنت الرب قوتنا. تسحب أعدانا تحت أرجلنا، وينتصب قرننا. من مثلنا، شعب منصور بك، أنت الرب قوتنا. تسحب أعدانا تحت أرجلنا، وينتصب قرننا. نفرح بك يا إله، نفتخر بك، أنت عزنا. نفرح بك يا إله، إله أمانة، أنت عزنا. إله أمانة لا جور فيه، صادق وعادل، أنت الصخر الكامل صانع، إله أمانة لا جور فيه، صادق وعادل، أنت الصخر الكامل صانعه، أنت الرب الممجد. آب حنان ورحيم، طويل الروح، كثير الرحمة، الرب صالح للكل، رحمته على كل خائف. أب حنان، أب حنان، حنان ورحيم، طويل الروح، كثير الرحمة،
صالح للكل، رحمته على كل خائف. بتسبيح الرب ينطق فمي، كلنا سبت بارك. بتسبيح الرب ينطق فمي، كلنا سبت بارك اسمه. الرب عاضد كل سخطي، الرب عاضد كل سخطي، وهو يقوي كل المنحنين. طعاما كل حين الرب عاضد كل ساقطين، وهو يقوي كل المنحنين. عيوني كل أنت تعطي طعاما كل بتسبيح الرب. بتسبيح الرب ينطق فم، كل نسمة بتسبيح الرب ينطق فمي، كل نسمة تبارك اسمه القدوس. يحمدك كل أعمالك ويبارك خطياك، بمجد ملكك يتحدث بجبروتك. يحمدك كل أعمالك ويباركك، بمجد ملكك يتحدث بجبروتك. بتسبيح الرب ينطق فمي، بتسبيح الرب ينطق فمي، كل نسمة أبو الحنان. أبو الحنان حنان ورحيم، طويل الرب صالح للكل، رحمته على كل خائف. أب حنان طويل الروح كثير الرحمة، الرب صالح رب. عايز أشكرك لأنك أب صالح، لأنك راعي صالح. عايز أشكرك رب لأنك أماني وحمايتي. عايز أشكرك رب لأنك رحيم قدير ومرحمك على كل أعمالك. اسمه برج حصين وآمن، للي يلجأ لي حما، واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة. ده الظلام إن زاد وغطى على الأراضي والبشر، نوره يشرق مجده يملى أرض طلا. اسمه برج حصين، اسمه برج حصين، للي يلجأ حما، واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة. ده الظلام إن زاد وغطى على الأراضي والبشر، نوره يشرق مجده يملى أرض من طلب صغار. قال لي ما تخافش وخروجك من الخير،
بر في كل يوم، إنك على ربي راعي وسلام، ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لي سواك، في جدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه، وفي وادي المدن ليها خاف يمتلي الفم بمديحة، يمتلي الفم بمديحة، وافتخر طول عمري بيه، من هداني من حملني على من كبير، عايز ناخد دقيقة واحدة بس، كل اتنين تاني. احنا كنا بنقول ربي راعية، بس ساعات كتير قوي ما بنعرفش نصدق الحقيقة دي، فعايز بعد ما قعدنا نرنم ونقول ونعيد ونزيد، عايزك كده كأنك بتعلن ده قدام أخوك، قول رب أنا بصدق إنك راعية، بصدق إني في أمان لإني في سترك وفي حماك. آخر ترنيمة هي نشيد، فعايزين نقف كده وإحنا بنقول نشيد. أنا عارف طلبت منكم نقف كتير، خلاص دي آخر ترنيمة.
انهاجت البحار من حولي ولا سليم، واشتدت الحرب مع عدوي العنيد. لا أرهب وليس لا بفضل قوتي، بل واثق أن العهيد يسوع حي فيا. يسوع حي في، يسوع حي في، فذا نشيد غلبتي. يسوع حي في، يا يسوع حي في، وذا ضمان نصرتي. يسوع حي نشيدي يعني. من الصبح صحي مليان بالآية اللي موجودة في روميا 8 وعدد 37. الآية دي لكل واحد حاسس ان الأيام دي تقيلة عليه والحرب شديدة وصعبة، بتقول انه في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. مين اللي هيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ في هذه جميعا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. خلينا نقول الترنيمة تاني اللي قلناها قبل ما نعمل. يسوع حي فيا، اللي معنى أقوى من اللي علينا،
اللي فينا أقوى من العالم، وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. كنت موجود معانا أو كنت بتتفرج علينا، ثق إن مفيش حاجة هتفصلك، إن محبته هتوصل إليك في كل مكان، إن اللي معاك أقوى من اللي عليك. اتشدد بالرب وخلينا نهتف نقول يا رب أنت اللي حي فيا، وما دمت حيا فيا فلا انكسار لي. ممكن نقف مع بعض وإحنا بنرنم الترنيمة دي مع بعض مرة تانية. يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، وأناشيد غلبتي. يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، صلي للأسيس سامح وللخدمة. فضل أسيس، عاوز كل واحد منكم يتقدمنا في صلاة. خلينا نرفع ايدينا ونصلي للأسيس سامح، رب يديله كلمة للحياة بقوة الروح القدس. نعمة يا رب عظيمة عليه، رسالة يا رب من قلبك للموجودين واللي بيسمعونا، نور إلهي يا رب يأتي عليه وعلينا وإحنا بنسمع إعلانات من الروح القدس. يا رب اخفيه واظهر أنت يا رب بقوتك، وتكلم يا رب بصوته من خلاله بفيض ونعمة جديدة في اسم المسيح. آمين. آمين. بقالنا شهر بنتكلم عن تكونون لي شهودا، وافتكر ان انا اللي افتتحت الحديث عن تكونون لي شهودا، وازاي المسيح في لوقا وفي سفر اعمال الرسل بيقول للتلاميذ هذه المسؤوليه وبيحملهم بهذه الرساله، وتكونون لي شهودا، انتم شهود لذلك.
ولخصنا الفكرة دي في رومية 10 لما بولس بيقول بسبب اللي المسيح صنع على الصليب، بسبب الفداء العظيم، بسبب الثمن الكبير اللي المسيح دفعه للبشرية كلها، كل من يدعو باسم الرب يخلص. أي حد في أي حتة في الدنيا هيقول يا ابن داود يا يسوع خلصني، يخلص يخلص بالسهولة دي بالبساطة دي. بس بيقول كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ فلازم النداء ده يبقى نداء نابع من إيمان، أنا مصدق فيه أنه مخلص العالم، فبنادي عليه فبخلص لأني حطيت ثقتي فيه. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وبعدين بيقول كيف يؤمنون بمن كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا عنه؟ عشان أؤمن بالمسيح، عشان أدعو باسم المسيح محتاج أسمع عنه. وكيف يسمعون بلا كارز؟ فدور الكارز خطير جدا، لأنه هو البداية اللي بيخلي الشخص يسمع فيؤمن فيدعو فيخلص. مش كده بولس بيقول الكلمات دي؟ بيقول الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. خطورة، مسؤولية عظيمة، محتاجين نتحمل هذه المسؤولية، تكونون لي شهودا. وبعدين اتكلمنا عن علاقة الشهادة بالمسيح بالصلاة، ازاي ان ركبنا الساجدة وصلواتنا وصراخنا هو اللي بيفتح الباب لينا اننا نشهد عن المسيح. وده اللي شفناه في الكنيسة الاولى، بداية النهضة العظيمة ديت كان الجميع معا بنفس واحدة يصلون. المسيح قام، متيقنين مصدقين، بس هو قال لهم امكثوا في اورشليم، صلوا، انتظروا موعد الاب. قدره الكنيسه على انها تشهد للمسيح مبنيه على وحدتها في الصلاه، بنفس واحده يواظبون على الصلاه، الرجاله والستات. تأثير الصلاة في الشهادة مهول. أعطي عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك، فبصوا الاستجابة، امتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. الطلبة ديت أني أطلب أن ربنا يديني أني أشهد عنه، طلبة مستجابة، لأنها طلبة في قلب الله، في مشيئته، هو عايزني أبقى شاهد. ولما مجرد أنا أصلي وأقول له اديني أني أتكلم عنك، هيخليني أتكلم عنه. علاقة الشهادة بالصلاة. وبعدين خدنا علاقة الشهادة بالروح القدس، وزي المسيح أوصى التلاميذ استنوا امتلئوا بالروح عشان تعرفوا الشهادة شهادة مؤثرة. روح القدس هو اللي هيولع قلوبكم عشان تبقوا انتوا عايزين تشهدوا، هو اللي هيفتح قلوب الناس، هو اللي هيديكوا الكلام اللي يخترق دروع البشرية اللي هي قافلة ضد معرفة الله. انتظروا موعد الآب، ولما يحل الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا. دعوة للشهادة أهمية ضرورة، لكن الشهادة دي مرتبطة بركب ساجدة ومرتبطة بأواني ممتلئة من الروح القدس. وبعدين اتكلمنا
عن علاقة الشهادة بالأسبوع اللي فات بالحب. بالحب. لو أنا بحب ربنا، لو أنا بحب الناس، دي الوصية الأولى والعظمى. الإنجيل كله في العهد الجديد هم الكلمتين دول، تحب رب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك، وتحب قريبك كنفسك. بس بس الوصايا العشرة تتلخص في كده، الناموس والأنبياء يتلخص في الكلمتين دول، تحب رب إلهك وتحب قريبك. لو أنا بحب ربنا هبقى عايز له أكتر حاجة تسعده، صح كده؟ ما تحب حد تبقى عايز تسعده، تعمل له أكتر حاجة تسعده لأنك بتحبه، مش هتغلس عليه، مش هتعمل له على مزاجك، هتعمل له على إيه؟ على مزاجه. أكتر حاجة تفرح قلب ربنا هي خاطي واحد يتوب، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، أكتر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة. يعني 99 مؤمنين حلوين قاعدين كده وبيسبحوا وبيرنموا، ربنا فرحان، فرحان فرحان ليهم، مش فرحان لروحه، فرحان ليهم. واحد دخل وتاب، لا لا ده فرح تاني في السماء، تاني خالص خالص. طب ودول؟ معنى فرحت بيه لما كل واحد جه، صح كده؟ بس ده كان ضالا فوجد وكان ميتا فايه؟ فعاش، لحاجة تانية خالص. عيلة جميلة بتحب بعض، وبعدين في يوم البيبي الجديد جه، الفرح بتاع البيبي الجديد يفوق فرحنا ببعض. ليه؟ لأنه إنسان ولد في العالم. لو بحب ربنا بصحيح يبقى شهوة قلبي هي، شهوة قلبي هي، يستخبى ولا أنا أعمل فيه إيه؟ البطارية هي اللي خلصت مش أنا، صح؟ اشتغل؟ اشتغل ماشي. نسيت أشحن البطارية في البيت، هم اللي بيشحنوها مش أنا، ماشي. فلو أنا بحب ربنا صحيح هيبقى شهوة قلبي أني أشهد عن المسيح عشان الناس تسمع وتؤمن وتدعو فتخلص. دي أكبر هدية بقدمها لأبويا السماوي، صح؟ ولو بحب الناس حب بتمنى لهم أسعد حاجة، فاللي مش لاقي ياكل عايزه ياكل، والعطشان عايز يديله مية، مش كده؟ والعيان عايزه يتعالج لأني بحبه. فأنت بتحب حد عايز له أنه يبقى مبسوط. أغلى حاجة للإنسان تتعمل له أن يحصل له إيه؟ يخلص. لو كل وشرب وتعالج ومات وراح الجحيم، أبا أنا بحبه؟ أبا أنا بحبه؟ خادم جميل هنا عندنا في الكنيسة عنده ولدين، ولد منهم مؤمن وخادم، والابن الثاني كان ابتدى يتعثر ويسيب ربنا. كان بيشاركنا وبيقول ازاي انه بيصلي بدموع من اجله. بيقول لدرجة وصلت جوايا اني مش قادر اتخيل اني هروح السماء وابني يروح الجحيم. حب عايز اروح الجحيم معاه. لو بحب ابني هبقى شو قلبي ان يعرف الرب روح السماء، لان البديل فظيع. لو احنا بنحب الناس، لو احنا عايشين الوصيه الاولى والعظمى، بنحب ربنا وبنحب الناس، هيبقى شهوه قلبنا اننا نخلص على كل حال. الكلمات اللي قالها بولس، ان كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع فصرت لكل واحد كما هو. ليه؟ لاربح على كل حال قوم. دي اغلى حاجه اعيش عشانها في الحياه. لو انا بحب ربنا، لو انا بحب الناس، ده موضوعي، دي قضيتي،
ده هدفي في هذا العالم. النهاردة عايزين نستعد للحدث بتاع الأسبوع اللي جاي، وعايزين نحط نقط على الحروف في القضية دي، تكونون لي شهودا. الضرورة والمسؤولية، علاقة الشهادة بالصلاة بالركب، علاقة الشهادة بالروح القدس، علاقة الشهادة بوصية الحب. اسمحوا لي النهاردة أقول تحت هذا العنوان: تعالى وانظر، تعالى وانظر. عشان كده هقرأ جزئين من الكتاب لو حبيتوا تقفوا معايا عشان نبتدي خدمة النهاردة. اللي فات ده الملخص من إنجيل يوحنا أصح 1، حارة من عدد 40. كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحد من الاثنين اللذين سمع يوحنا المعمدان وتبع يسوع. يوحنا شاهد عن المسيح قال ده حمل الله، وهم كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان. بمعنى آخر قال لهم سيبوني وروحوا ورا الراجل ده، أنا ما انفعكوش. فتركوا يوحنا وتابعوا يسوع. هذا اللي هو سمعان وجد أولا أخاه سمعان، هذا اللي هو أندراوس وجد أولا أخاه سمعان فقال له: قد وجدنا مسيا، الذي تفسيره المسيح. فجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال: أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد فيلبس فقال له: اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعالى وانظر. أرى أيضا من رسالة يوحنا، يوحنا اللي كتب ده هو اللي كتب ده لأنه نفس الفكرة، بيقولها في بداية رسالته، رسالة يوحنا الرسول الأولى وأصحاح 1 ومن عدد 1، بيقول: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت قد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. ليه؟ لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. آمين. واضح واحنا بنقرا العهد الجديد ان كان في ناس من اليهود في ذلك الوقت متوقعين اقتراب مجيء المسيا. اشمعنى؟ حسبوها ازاي؟ من دانيال، نبوة دانيال قالت ان 70 أسبوعا قضيت على مدينتك وعلى شعبك من خروج الامر بتجديد اورشليم، 69 أسبوع يأتي الملك، يأتي المسيح، وبعدها يموت، وبعدها تبطل الذبيحة. تنبأ دانيال عن موعد مجيء المسيح ودخوله إلى أورشليم، وبعدها تخرب أورشليم وتوقف الذبيحة. وحدد 69 أسبوع، يعني لو حسبتها بعدد السنين يبقى 490 سنة من الأمر بتجديد أورشليم. فاللي فاهم النبوة يبقى هو ده الوقت اللي المسيح جاي فيه، ده اللي فاهم
وبيقرأ. ظهر نجم في السماء والمجوس جم وراحوا الرؤساء وراحوا لهيرودس وهيرودس جاب رؤساء أين يولد الابن داود؟ أين يولد المسيح؟ في بيت لح نجم ظهر في المشرق. ده الموضوع بيتحقق. سمعان الشيخ قاعد في الهيكل ومنتظر وربنا وعده أنه لا يموت قبل أن يرى مسيح الرب، قبل أن يرى خلاصه، وياخد الطفل يقول عيني قد أبصرت خلاصك اطلق عبدك بسلام. فواضح ان كان فيه انتسيبيشن، توقع للناس الفاهمين ان موعد مجيء المسيح اللي تكلم عنه موسى في تكوين نسل المرأة يسحق رأس الحية، اللي تكلم عنه موسى نبيا مثلي يقيم لكم الرب إلهكم له تسمعون، إن كل النبوات بما فيها إشعياء يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كده، كل النبوات واضح إنه فالكل منتظر المسيح. ويجي يوحنا المعمدان ويفتكر هو المسيح، يقول هو أنت المسيح؟ يقول لهم لا 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 لا، ده أنا ما استاهلش أفك حزام رجليه، أنا من الأرض لكن المسيح ده من السماء، أنا أعمدكم بماء هو يعمدكم بالروح القدس ونار. لا 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 لا، ده هو حاجة تانية. وبعدين يشاور على المسيح ويقول هو ده حمل الله، ده ابن الله، أنا شفت الروح القدس بيحل عليه، أنا شفت السماء اتفتحت والآب يقول هذا هو ابني الحبيب، هو ده مش أنا، هو ده. أندراوس واحد من تلاميذ يوحنا، واضح أن سمعان ما كانش لكن أندراوس كان. سمعان كان ضربها مش عارف إيه، يعني ضربها أطربانش ولا إيه، بايع القضية. أندراوس كان واحد من الكوميتد، من الملتزمين، وتابع يوحنا المعمدان وكان تلميذا له. ولما سمع يوحنا بيشهد عنه ترك يوحنا وتابع المسيح وأقام عنده ليلة كاملة. أول حاجة عملها إيه؟ أول ما وجد المسيح أول حاجة عملها إيه؟ وجد أخاه وإيه؟ وقعد يوعظه، توب، ارجع عن خطاياك، ارجع عن شرورك، بطل سجاير، ايه الهباب اللي انت بتشربه دوب، ما تتعدل ابدا. كل اللي عمله اخذه الى يسوع، اخذه للمسيح. نفس الفكره فيلبس ونثنائيل، فيلبس وجد المسيح، اول حاجه عملها راح لمين؟ لنثنائيل، وقال له ايه؟ وجدنا المسيح. نفس الكلمات الأندر، وجدنا المسيح، وجدنا المسيح، وجدنا اللي تكلم عنه كل الأنبياء، وجدنا راجع العالم، وجدنا مخلص العالم. قال له من الناصرة يمكن أن يأتي شيء صالح. يسوع المصري يا راجل، ده لازم يجي من بيت لحم وابن داود وكلام كبير قوي في النبوات. أمن الناصرة؟ قال له بص، من الناصرة مش من الناصرة، انت تعالى وايه وانظر واحكم لنفسك، تعالى وشوف، تعالى وشوف، تعالى وانظر. دعوة بسيطة جدا، أن الذي وجد المسيح، الذي نادى باسم الرب فخلص ووجد المسيح وصار المسيح نصيبه، زي ما بيقول بولس الرسول كده، لكي أربح المسيح ربحت المسيح وبقت لي الحياة هي المسيح. الذي وجد المسيح ما يقدرش غير أنه يدور على الناس ويقول لهم إيه؟ تعالى وانظر، تعالى وانظر. يوحنا بيشرحها بطريقة لاهوتية جميلة جدا بقى في رسالته، وبيقول لهم هي الفكرة كلها تتلخص في الكلمات ديت. بيقول ايه؟ الذي كان من البدء، زي ما بادي رسالته وبيقول في البدء كان الكلمة، عشان كده ده اكبر دليل ان هو ده، هو ده الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي شاهدناه،
الذي لمسته أيدينا، الذي بيكلم عن شخص، المسيح ده ابن الله اللي سمعناه ورأيناه وشاهدناه ولمسته أيدينا. احنا مش من بعيد سمعنا، احنا مش من بعيد شفنا، احنا قربنا وعملنا ايه؟ وشاهدنا. احنا مش بس شاهدنا، احنا عملنا ايه؟ احنا اختبرنا، احنا لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. هو الكلمة الذي صار جسدا، الحياة اظهرت، الحياة اظهرت، الحياة الابدية اظهرت. احنا كنا في الظلمة وصرنا احياء، احنا كنا في ظلال الموت واشرق علينا نور عظيم، الحياة اظهرت ونحن رأينا ونشهد. الذي سمعناه، الذي رأيناه، ايه ايه قولوا ايه؟ نخبركم به. ليه بتقولوا لنا كده؟ لكي يكون لكم شركة معنا، لاننا شركتنا نحن الان هي مع الاب، بقينا اولاد الله وبنقول له ربنا بابا ودادي ويا ابوي، بقى ابويا، ربنا بقى ابويا، ربنا بقى ابويا، فاهمين؟ شركتنا هي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح، عندنا شركه مع ربنا، صرنا شركاء الطبيعه الالهيه. واحنا بنخبركم عشان يكون لكم شركه معنا. اشرح اللي انا عايز اقوله في ثلاث عناوين صغيره، يلا عشان ابقى قسيس كده، يعني ايه محافظ على النظام بتاعنا. ثلاث كلمات. الفرق ما بين ما نسميه الشهادة والكرازة. ناس كتير يقول لك أنا مش كارز، أنا مش كارز، أنا المبشر فبالتبشير، أنا مش مبشر، أنا راجل مدبر، أنا راجل برنم، أنا راجل بعزف، أنا بقف أشرز أقعد الناس، ها؟ زي أخونا اللي واقف دوت، واقف قول. أنا مش كارز. صحيح مش كلنا كارزين، مش كلنا بولس الرسول، مش كلنا سمعان الذي صار بطرس الصخرة اللي بيوعظ 3000 نفس وبعدين يوعظ ثاني 5000 نفس ويجيب بالشبكة، مظبوط صح. لكن كلنا شهود. ايه الفرق بين الكارز والشاهد؟ انتم شهود يقول الرب. كلنا الكارز ده عنده موهبة ازاي يكلم الناس عن المسيح والخلاص، ازاي يجاوب اسئلة الناس، ازاي يفتح الموضوع، ازاي يشرح القضية، ازاي يدعو الناس الى التوبة والايمان. عنده رسالة الخلاص واضحة، من المخلص وما هو الخلاص وكيف اقبل الخلاص من المخلص. ده الكارز، ده الكارز. لكن مين الشاهد؟ الشاهد ده كل الناس الذين سمعوا ورأوا وشاهدوا ولمسوا. كل اللي وجد المسيح يقدر يبقى شاهد عن المسيح. الشاهد هو الذي يشهد عن المسيح وعما فعله المسيح في حياتي. فكين الراجل المجنون اللي كان فيه لاجئون، ولما المسيح انتهر الأرواح النجسة فيه صار لابسا وعاقلا، كان عريان ومجنون، بقى لابس وعاقل وجالس عند أقدام المسيح، وقال له أتبعك، قال له لا، اذهب اعمل ايه؟ خبر بكم صنع ربك ورحمك، قل للناس أنا عملت معاك ايه. دي كرازة؟ لا، دي ايه؟ دي شهادة. الراجل ده دخل كلية لاهوت، خد كورس عن الكرازة، درس دفاعيات، عمل اي حاجة، عمل اي دبلومة، دخل اي حاجة من المدارس بتاعتنا ديت، ابدا. هو وجد المسيح يقدر يقول للناس وجدت المسيح وعمل 1-2 في حياتي. الراجل الاعمى اللي مولود اعمى اللي المسيح شفاه،
وشفاه في برجة، راح واغتسل في برجة وأتى بصيرا، يعني هو ما كانش لسه شاف المسيح مش كده. وبعدين خدوه يحققوا معاه، يقول لهم بصوا ما تسألونيش في الأمور اللاهوتية اللي أنا مش عارفها دي، أنا أعرف شيئا واحدا، أنا كنت أعمى والآن إيه أبص. إيه رأيك في الراجل اللي فتح عينيك وده كان يوم سبت؟ قال له أرى أنه نبي. قال له ده خاطي، ده شفاك يوم السبت. قال له يا سلام، لم نسمع أن خاطئا شفى أعمى مولود أعمى، لم نسمع أن نبيا شفى مولود أعمى، كيف يكون خاطئ الرجل ده؟ بصوا أنا ما أعرفش، أنا أعرف حاجة واحدة، أنا كنت أعمى والآن إيه إيه أبصر. خلي بالكم من الفكرة ديت، لسنا كلنا كارزين لكن كلنا شهود. كل من اختبر المسيح، كل من التقى بالمسيح يستطيع أن يكون شاهد للمسيح. المرأة السامرية التقت بي عند البئر، ودار حديث مش طويل نص ساعة، تركت جرتها ذهبت للمدينة وقالت لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، مش يمكن ده المسيح ولا ايه؟ ايوه ما احنا عارفين اللي انت عملتيه، عمايلك السودة احنا كنا عارفين، بس ده ما يعرفنيش، وده يهودي وانا سامرية. وقالها لي بكل حنان وحب وقبلني واكرمني وقال لي بالصدق اجابتي، لا 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 ده غير بقية الناس، ده عارف كل حاجة عني وبيحترمني، انتوا عارفين حاجة كل حاجة عني وبتحتقروني، ده عارف كل حاجة عني وبيحبني وبيحترمني، تعالوا اعملوا ايه؟ انظروا. الشهادة تتلخص في ان اللي انا وجدته المسيح بقوله للناس، وبقوله ايه؟ تعالى وانظر، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. نقطة تانية، الشهادة موضوعها مش أنا، مش أنا، شوف أنا بقيت حلو إزاي، شوف خسيت إزاي، شوف طولت إزاي، شوف وشي بقى منور إزاي، شوف لساني بقى نضيف إزاي، لا خالص. الشهادة محورها هو إنسانا قال لي كل ما فعلت. خبر بكم صنع الرب بك ورحمة، اللي عمله ربنا في حياتك، مش أنت بقيت إيه، هو عمل في حياتك إيه. الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي شاهدناه، هذا نخبركم به. بيتكلم عن مين؟ عن شخص. أنا بتكلم عن شخص، أنا بحكي لك عنه، أنا بحكي لك عنه. عشان كده الشهادة سامحوني أقوى من الكرازة. الكرازة أنا بجاوب على الأسئلة وبشرح قضايا وبفسر حاجات، لكن الشهادة أنا بتكلم عن المسيح، المسيح رجاء العالم، مخلص العالم، ابن الله، حمل الله، الله الذي ظهر في الجسد، حمل الله الذي رفع خطايانا، اللي حبني. أنا بتكلم عن شخص، بشهد عنه. صورة الله عند الناس مشوهة تماما، كمية الإلحاد بسبب الصورة المشوهة عن ربنا مهولة. واحد كتب له كده قال له يا رب أحسن لك تبقى مش موجود، ليه؟ لأن أخلاقي أحسن من أخلاقك. أيوه، صورة ربنا عند الناس إن ده شخص قاسي بعيد متكبر متجبر بيدوس على الناس، عنده فيفوريتيزم، عنده محاباة، بيحامي بيحامي دول عن دول، أصل دول يهود ودول أمم. يا سلام، ده هو بيقول ليس عند الرب محاباة.
الصورة التي كوناها عن الله جعلت الناس مش عايزاه. أروح له كده هيدوسني، أروح له كده هيدني، أروح له كده هيديني بالقلم على وشي. الشهادة قوتها أني بحكي عنه، بحكي عن شخص جميل جدا، أبرع جمال من كل البشر. عينيه لما بتبص للخاطي مش بتبص بدينونة مع أنها شايفة كل حاجة، بتبص بحنان ورأفة ولطف. إيدي لما بتتفتح مش عشان تديني بالألم، عشان تاخدني في حضنها، طبطب عليا وتشفي جروحي وترد نفسي وتهديني إلى سبل البر. الشهادة أنا بحكي عن شخص الناس ما تعرفوش، لكن هي محتاجة ليه، محتاجة لده اللي بيحب بلا حدود وبلا شروط، المتواضع مش المتكبر، القريب مش البعيد، قريب من كل الذين يدعونه. قوة الشهادة اني بتكلم عنه، بتكلم عنه. والناس محتاجة تسمع عن المسيح. شاب اشتقى بي، حكيت القصة دي مرة كارز في مؤتمر للخدام، وبعدين جالي وقال لي يا أسيس قول لنا كده، انت ليه لما بتوعظ في الحفلات الكرازية وتقدم دعوة ناس كتير بتقف وتدي واحنا مش بيحصل معانا كده، ايه السر؟ قلت له السر بسيط، انا بتكلم عنه، انا بتكلم عنه، مش عن الخطية، مش عن الخطاة، بتكلم عنه، انا بتكلم عنه. كل من يدعو باسم الرب يخلص، كيف يدعون بما لم يؤمنوا به، كيف يؤمنون بما لم يسمعوا عنه، كيف يسمعوا عنه بلا شيء. اتكلم عنه، اتكلم عنه، اتكلم عنه، مش عن الخلاص، مش عن المسيحية، مش عن الإيمان، اتكلم عنه 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 عنه. خلي الناس تشوفه، والناس لما هتشوفه هتصدق فيه، ولما هتصدق فيه هتدعو باسمه، ولما هتدعو باسمه هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيخلص. الشهادة شهادة عن المسيح. العنوان الثالث والأخير، قوة الشهادة مش بس إن مركزها يسوع. العجيب، المشير العجيب، الإله القدير، الأب الأبدي، رئيس السلام، ابن الله، مخلص العالم. لكن قوة الشهادة إنها قصة، ستوري، قصة. خلي بالكم اللي هقوله دوت، قصة حقيقية يرويها صاحبها، قصة حقيقية يرويها صاحبها. أغلب الوعظات اللي احنا بنوعظها من على المنبر لما بنحكي فيها حكاية أو حكايتين ده اللي بتفضل فاكره، صح؟ واحد يقول لي أنا فاكر الوعظة الفلانية اللي سمعتها سنة كذا، الحكاية اللي انت حكيتها، مش فاكر الآية، هو فاكر الايه؟ الحكاية، فاكر المثل. حد كده دايما يقول لي الملعب والمتفرجين، كنت بحكي وبقول هناك فرق في الماتش بين اللي بيلعب وبين المشاهدين، المشاهدين بيتنططوا وبيهتفوا ولا بس هما مش بيلعبوا. فياما ناس واقفين في المدرجات بيشاهدوا عمالين يهتفوا وهم تبع الفريق ده وتبع مش عارف ايه، بس هم ما بيلعبوش، هم مش في الملعب، هم في المدرجات. سألت هو انت واقف في المدرجات بتتفرج وعمال تتنطط وتهتف، ولا انت في الملعب بتلعب فعلا، انت بتجري في الميدان، انت حقيقي، انت مش مجرد مشاهد، انت مش بتتفرج قدام تلفزيون، انت واحد من اللعيبه اللي هيجيب الجون، اللي هيحقق الاهداف. الشخص ده كل ما يقابلني تقريبا يقول لي الملعب، المشاهدين. انا قلت الحكايه دي من كام سنه؟ يمكن 40 سنه. القصه، القصه
ليه المسيح طول الوقت بيحكي حكايات وأمثلة؟ قوة القصة. القصة قوة. الإنجيل قصة. قوة الإنجيل إنه قصة. حكاية. حكاية الله مع البشرية. ليه بيحكي الإنجيل الحكاية من الأول؟ من الملاك بيبشر العذراء وبيبشر زكريا وبعدين يولد وبعدين النجم وبعدين الرعاة. ليه بيحكي الحكاية الإنجيل؟ لأنه هي قصة. بس قصة إيه؟ حقيقية. رواها مين؟ شهودها. الذي شاهدناه، الذي رأيناه، الذي سمعناه، هذا نخبركم بها قصة. قصة. لما بتفرج على فيلم بيفرق قوي في بداية الفيلم يقول لك كده true story، قصة حقيقية، أو ده خيال علمي. ده خيال علمي. لما تكون عايز تسرح وتطلع بره الواقع بتتفرج على فيلم خيال علمي، والفضاء والكواكب والنجوم والمش عارف ايه والاكس من والاكس وومن والحاجات ديت اللي هي ما فيش اي لها علاقه بالواقع. لما بتسمع، لما بتتفرج على ستوري حقيقيه، ترو ستوري، قصه حقيقيه، زي البيوتيفل مايند دوت، الراجل اللي كان عنده سكيزوفرينيا وخد جايزه نوبل في العلوم، وازاي مراته ساعدته انه يتعالج ويتحول من مجنون سكيزوفرينيك إلى يأخذ جائزة نوبل في الفيزيكس. قصة حقيقية. No, true story. أنصح كل واحد عنده مريض سكيزوفرينيك لازم يتفرج على الفيلم ده، لأن الفيلم ده بيشرح المرض وبيشرح العلاج وإزاي الإنسان ده يقدر بالعلاج يأخذ جائزة نوبل. مش دايما كل واحد يأخذ، لكن يعني روعة الشهادة أني بحكي قصة، والقصة دي قصتي مع المسيح. والميزة دي مش بس قصة حقيقية، أن اللي بيحكيها هو صاحبها، مش حد بيحكيها بالنيابة عنه. يعني أنا حكيت حكايات بالنيابة عن الناس، أعرف حد، قابلت حد حكالي قصته مش عارف إيه وأحكي الحكاية والناس تسقف، لكن لما يقف هو يقول ده اللي حصل معايا، قصة تانية ايه خالص. ليه القصة قوية؟ وليه لما القصة دي بيحكيها صاحبها اقوى؟ ليه القصة قوية حقيقية بيحكيها صاحبها؟ لانها مش نظرية هنناقشها، مش لاهوت هنعترض، مش فكرة هقبلها أو أرفضها. أنا بحكي حكاية حصلت، true story، قصة حقيقية، وأنا صاحبها. المستمع بيعمل إيه؟ بعد شو؟ لا، مش موافق. مش موافق على إيه؟ أنا مش بدعوك لحاجة، مش بقول لك بقنعك بفكرة عشان توافق أو ترفض. أنا بحكي لك حكاية. حصل بالفعل معايا ونحن شهود لذلك. احنا رحنا القبر الفارغ، لقينا فارغ، لقينا الحجر مدحرج، ولقينا الكفن مكانه زي ما هو. اللي جواه خرج منه وطبق الكفن، ولقينا المنديل في موضع آخر. قصة حقيقية ونحن شهود لذلك. كنا قاعدين والأبواب مغلقة والمسيح ظهر في الوسط. قصة. أنا مش بناقشك في لاهوت، مش بناقشك في ناسوت، أنا مش بناقشك في قضية، أنا مش بناقشك في ايديولوجي، أنا مش بعمل معاك حوار لاهوتي، أنا بقولك اللي حصل. احنا كنا قاعدين والمسيح ظهر في الوسط. وبعد قال لي توما تعالى حط إيدك، حط إيدك ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. قصة. ونحن شهود لذلك.
هنموتكم، موتونا، لان ايه؟ احنا بنحكي اللي حصل، احنا بنحكي اللي حصل، احنا شفناه بعينينا، نسمعناه بودنا. الشهادة قوية لا تستطيع أن تقاومها، لأنها ليست فكرة، هي حدث بالفعل صاحبه بيحكيه. لو أنت صادق مع نفسك هتبتدي تسأل أسئلة، ساعتها هتبتدي الكرازة، هنبتدي نجاوب على الأسئلة. لكن اللي هيخليك تسأل هي الحكاية، اللي هيخليك تدور هي الحكاية اللي حدثت بالفعل، ونحن شهود لذلك. القصة تخترق الدروع، تخترق الأفكار. القصة لا تستطيع أن تقاومها غير أنك تقول أنتوا مجانين، ما حصلش. بس احنا كنا 500، 40 يوم كلنا وشربنا معاه، حطينا ايدينا، شفنا الاثر. حقك ترفع، احنا بنحكي لك ايه؟ الحكايه. الامين هيدور وهيسال، ساعتها هنجاوب. عندنا اجابه؟ عندنا اجابه مثبته؟ مثبته. من الكتاب؟ من الكتاب. من الطبيعة؟ من الطبيعة. من الفيزيكس؟ من الماس؟ من أي حاجة، من أي حاجة عندنا إجابة مقنعة. لكن لازم اللي يسأل يبقى بيسأل عن إخلاص. بس عشان يسأل، إيه اللي هيخليه يسأل؟ الحكاية، الحكاية اللي بيرويها صاحبها. ليه بطرس راح مع أندراوس؟ أنا بيقوله وجدت المسيح، وجدناه، قضينا الليل كله معاه، شحم وبلحم. ليه ناثنائيل راح؟ لان فيلبس قال وجدنا المسيح، تعالى وانصر. انا مش بقول لك قضيه، انا بقول لك اللي حصل معايا، وجدنا المسيح، وجدنا المسيح. عايز اخد تطبيق عملي على اللي انا بقوله دوت. احنا ما كناش في القيامة، والامثلة اللي انت قلتها دي كلها مش دي اللي حصلت معانا، واحنا ما كناش قاعدين المسيح ظهر في النص. يعني في ناس كده المسيح ظهر في النص وحكيت كذا قصة في حياة ناس. احنا مش زي شاول الترسوسي اللي في طريق الى اورشليم نور عظيم وسقط على الارض. احنا ما حصلش معايا كده. ايوه حصل معاك حاجة تشبه كده تقدر تحكيها. انت كنت بعيد عن ربنا، انت ما كنتش تعرفه، وكنت مقيد بالخطية ولا لا؟ كنا أموات بالذنوب والخطايا. في حد هنا ما كانش ميت بالذنوب والخطايا؟ انت رفعت ايدك عشان ما كنتش ميت بالذنوب، ولا كنت ميت بالذنوب والخطايا؟ كلنا كنا أموات بالذنوب والخطايا. وبعدين حصل ايه؟ حضرت اجتماع، حصل حاجة في البيت، حد كلمني، حضرت مؤتمر، حضرت نهضة، ما حضرتش خالص، كنت نايم، حصلت حادثة، صح؟ والتقيت مع المسيح روحيا، صح؟ واللقاء الروحي ده غير حياتي. وجدت المسيح، كنت أعمى روحيا وأبصرت، كنت ضال فوجدت. في ناس عندهم اختبارات قوية قوي، كان مدمن ومش عارف ايه وايه وايه وخف، كان مجرم وقتل قتلة. واحد جالي مرة بعد نهضة وقال لي اللي انت قلته امبارح ده ينطبق على كل الناس؟ قلت له ينطبق على كل الناس. قال طب انا؟ قلت له ينطبق عليك، يعني ربنا ممكن يقبلني؟ قلت له يقبلني. قال لي انت مش عارف انا ايه؟ قلت له اتفضل قول. قال لي انا عملت كل حاجة حتى القتل، انا قتلت، انا عملت كله حتى القتل، انا قتلت. يقبلني؟ قلت له يقبلك. في ناس عندها قصة درامية رهيبة. أنا قصتي بسيطة، كان عندي 8 سنين وكنت بلعب في النادي، وبعدين جاء واحد وعظ عن الخلاص وتأثرت وتبت وروحت البيت وقعدت أبكي، سلمت حياتي للمسيح، كان عندي 8 سنين وحياتي اتغيرت. قصة صغيرة قوي، عيل صغير، بس عندي قصة. كلنا عندنا قصة، كل ما نلتقى بالمسيح عنده حكاية.
يحكيها، يحكيها الناس ما تعرفش المسيح، والحكاية هتولد أسئلة. يمكن ما يسألكش بس هيروح يسأل أسئلة، لو هو أمين هيجي وينظر. الشهادة أني بحكي حكايتي، الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي شهدناه، الذي لمسته أيدينا، اللي أنا شفته، اللي أنا سمعته، اللي أنا اختبرته، بحكيه لك. أنا مش بناقشك، أنا بعمل إيه؟ بحكيه لك. هذا نخبره، بحكي لك اللي أنا اختبرته، اللي أنا سمعته، اللي أنا شفته، أنا بحكي لك اللي حصل معايا. أنا مش بقنعك بحاجة. دي الشهادة قوية جدا، صعب ترفض، بتلخبط اللي قدامك لأنها بتغير صورة ربنا عنده. يعني ربنا بيتعامل مع الناس، يعني ربنا قريب، يعني ربنا بيكلم الخاطئ، يعني ربنا بيغير الحياة، يعني دي للكلب، دي للكلب يتعدل. يتعدل، أنا كنت دي الكلب وعدلني. الميزة الثانية ان في حياتنا مع ربنا مش بس عندي قصة تغييري، مش عندي القصة اللي فيها سلمت حياتي وتغيرت، لا ده انا عايش معاه. ولاني عايش معاه، اسمعوني كويس، مفروض بقى عايش معاه وباخد خلوتي صح، وبقرا في الكتاب وبصلي وبكلمه وبيحصل ايه، وبيكلمني وبيتعامل معايا، فانا مفروض عندي كل يوم حكاية. ده في حاجة انفجرت وطارت، دي حاجة وقعت من فوق. ماشي، ما تخافوش على فكرة، ده فول سيلينج، ده يعني منظر بس يخبي السقف الحقيقي يعني، وأحيانا بيتهوى منه قطع صغيرة ما تؤذيش حد، وإن شاء الله يعني نجمع كده ونرمم الشروخ اللي فيه اللي ابتدت مع زلزال أكتوبر. تخيلوا من أكتوبر وهو كده. ماشي، نرجع للموضوع بتاعنا. أنا عندي شهادة متجددة، أنا مش مجرد حكايتي أني اتقابلت معاه وغير حياتي وكنت أعمى والآن أبصر، لا أنا عايش معاه، فأنا عندي حكاية يومية، بلاش يومية، كل شهر كده في حاجة غير عادية ربنا عملها. لو أنت عايش معاه، حاجة أعلنها لك، حاجة قالها لك، حاجة لمست حياتك، مد إيده لحياتك وعمل حاجة، صح؟ عندك تعامل يومي مع ربنا، فأنت عندك قصة، قصة تحكيها. عندك قصة وأنت في المدرسة، أو عندك قصة وأنت في المكتب، أو عندك قصة مع أصحابك، قل أسكت، أسكت، عايز أحكي لك حصل، أسكت. امبارح أنا كنت قاعد وبكلم ربنا فقال لي كده، وفرحت، فرحت، فرحت. وأكمل أقول ولا حاجة، أنت بتحكي. بص لك كده وربنا بيكلمك، بيكلمني، اصل هو قال خرافي تسمع صوت، يعني انت بتكلمه وبيكلم، يعني ربنا بيكلم. طب انا ما بيكلم، ما انت عشان ما عندكش، يعني انت تعال وانظر. لو انت عايش بصحيح مع ربنا فانت عندك اختبار متجدد، مش بس الاختبار الاول اللي في حياتك اتغيرت، عندك اختبار متجدد. في هذا الاختبار المتجدد بتسمع وبتشوف وبتشاهد وبتلمس، عندك حاجة تحكيها للناس. ولا مكسوف، ولا مكسوف؟ اي بس مش هيفرق مع الناس، مش هيفرق. احنا قلنا القصة مالها، ليها مفعول، السحر لا تقاوم. ده انا كنت قاعد بصلي بقول له يا بابا انا نفسي في حضن، فلقيته خدني في حضنه وطبطب عليا وحسيت براحه عجيبه جدا. ودي حكايه احكيها؟ احكيها. الناس تقول يا سلام يا اخويا، قلت له يا بابا وخدك في حضنه، تعالى وانظر. لا دا
داري على شمعتك تقيد، اللي ربنا يعمله معاك ما تقولش لحد خالص عليه، خلي بير عشان خاطر الشمعة تقيد. ده الشيطان اللي بيقول الحكاية دي. المسيح بيقول له اذهب وايه وخبر، بيقول الذي سمعناه الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي لمسته أيدينا هذا ايه؟ هذا ايه؟ ردوا معايا علوا صوتكم، هذا ايه؟ لا ما سمعتكم، هذا ايه؟ نخبركم به، هذا نخبركم به لكي تكون لكم شركة معنا. شركتنا مع الآب ومع ابنه، وانا عايش مع أبويا السماوي ومع المسيح رعي الصالح، عندي حكاية وبحكيها، والحكاية دي بتأثر في الناس أكتر من الوعظ. أنت عايش معاه؟ أنت عايشة معاه؟ أنت عندك حكاية أصيلة وعندك أحداث بتحصل في حياتك؟ بلاش كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، بس ما ينفعش كل سنة. لو أنا عايش معاه عندي شهادة جميلة أحكيها عنه، قد إيه صالح، قد إيه الأبد رحمته، قد إيه لدور سدور أمان، قد إيه قريب للذين يدعون، قد إيه طيب هو الرب. عندي شهادة، والشهادة دي بتتختم بعبارة صغيرة: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. تعالى وانظر، تعالى وانظر. لو أنت بتحكي اللي ربنا بيعمله معاك، لو بتحكي عنه، لو بتحكي عنه، الناس هتقول لك وانت بتروح فين؟ أنا بروح كنيسة. أي بتروح كنيسة ليه؟ عشان تأدي واجب؟ لا 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 خالص، ما عندناش واجبات، احنا تحب ربي لك وتحب قريبك. ما بتروح الكنيسة ليه؟ عشان مع اخواتي اقابله ونكلمه ونسمعه وربنا يلمس قلوبنا ونتغير ونروح فرحانين. تحب تيجي؟ يا ريت. واي حد يقدر يجي؟ اي حد، اي حد، اي حد، اي حد، اي حد يقدر يجي، يقدر يجي. يعني انتوا ما بتبصوش على البطايق؟ لا ما بتبصوش على البطايق. يعني اي تعالى وانظر. بتصلي ان ربنا يديك فرص تشهد. انت مش واعظ، انت مش كارز، انت مش مبشر، انا عارف. ماشي ماشي، ولا انا على فكرة. بس عندي شهادة. حد بص لي كده مرة قال لي: هو أنت سمعت ربنا؟ قلت له آه. قال لي: أنت شفت ربنا؟ قلت له آه. أنت متأكد؟ آه. لسه كنت بحكي بقول أنا أعرف أربعة أموات قاموا باسم المسيح من الأموات، أنا أعرفهم. عندنا حكاية، عندنا قصة، مش مجرد فكرة. عندنا فكرة نستطيع أن نثبتها وأن نجاوب كل إنسان، عندنا. بس في الأول عندنا قصة لا تقاوم، قصة لا تقاوم، بس إحنا مش بنحكيها للناس. يا إما لأننا ما اختبرناش، يا إما لأننا مش عايزين الناس تعرف المسيح. وزعي دي الأسبوع اللي فات صح؟ وإذا ما خدتش منها لسه فاضل، اسمه كارت أندراوس. وجد أخاه فيلبس، قال لنثنائيل حاجة واحدة: تعالى وانظر، تعالى شوف، عجبك عجبك، ما عجبكش ما فيش أي إلزام، بحريتك. وقلنا أن كل واحد هيكتب اسمين هيصلي لهم، هيخلي باله ان قبل الحدث يوزع عليهم الدعوه دي، يقول له تعالى وانظر.
هو ذا يناديك، هو اللي بينادي عليك. أعمل إيه؟ أنا صليت الاثنين، اتصلت بيهم وكلمتهم وحكيت لهم حكايتي، وقالوا طب احنا نحب نيجي. طب يبقى هفوت عليك. معاك عربية؟ لا لا، ما مش هفوت عليك بعربية، انا هفوت عليك وناخد مع بعض اوبر وانا هدفع لك. هنأجر اوبر موتوسيكل وانت تركب على واحد وانا واحد. هنقطع تذاكر ونركب مع بعض المترو. هي المشوار مش بعيد قوي، احنا هنتمشاها مع بعض. لسه سفرية انا وايمان، وبعدين بصينا على جوجل كده فلقينا المشوار حوالي ساعة مشي. احنا قلنا ساعة، فقعدنا نمشي نمشي، فلقينا نفسنا في الاخر مشينا حوالي 7.5 كيلو. في السن ده مش كويس، وصلنا مدغدغين للآخر يعني. بس قلنا دينا يعني اتمشينا مع بعض فينا. إذا احنا مستعدين عشان ما ناخدش أوبر نمشي 7.5 كيلو عشان نوفر قرشين، مش مستعدين نمشي شوية عشان نجيب نفس للمسيح يا أخوة؟ الكنيسة دي اتملت عن آخرها لما قرر كل مؤمن انه يصلي للكرسي اللي فاضي اللي جنبه، ويقول مش هاجي تاني لوحدي، انا هجيب حد معايا واقول له تعالى وانظر. الكنيسه في شهور اتملت. احنا مش الهدف نملى الكنيسه، ان الهدف نملى ايه؟ ملكوت، نملى السماء نعبيها. الاسبوع الجاي عظه كرزية، بمعنى بالنادي الناس البعيدة تعالى واختبر نعمة ربنا. فلو انت مؤمن وجاي لوحدك عايز تتجدد تاني، يبقى في مشكلة من الاخر كده. وكل ما نقول مين يسلم حياته تقف، وقفت كم مرة تسلم حياتك؟ مش عارف انا لغاية دلوقتي بتلخبطنا. انا باجي اقول لو انت تعرف ان اقعد ما تلخبطناش اقعد، بلاقي خدام لسه واقفين. إيه يا ابني، هو انت امبارح ارتديت والنهاردة هترجع؟ هو انت رايح جاي ولا ايه؟ ما تلخبطناش في عرض امام يعني. الاسبوع اللي جاي لو جيت لوحدك يبقى انت ما فهمتش حاجة من الشهر ده كله، ما فهمتش حاجة خالص، انت ضيعت وقتك شهر كامل عشان الاسبوع اللي جاي. جرب، جرب تشهد وتقول لواحد تعالى وانظر، تعالى شوف، تعالى اسمع. أنا رحت للمسيح وحياتي لم تعد كما كانت، وجدت فيه كل ما أشتهيه، حلقه حلاوة كله مشتهيات. أنت بتعرفوش على حقيقته، هيقبلني زي ما انا، هيقبلك زي ما انت، بغض النظر، بغض النظر. وانا في امل اكيد، انا اول الخطاه. بولس بيقول انا اول الخطاه، وانا مختلف معاه بقول له انا اول الخطاه. هنتخانق مع بعض ونشوف مين هيكسب الخناقه ديت. تعالى وانظر. ممكن نقف عشان نصلي. غمض عينيك وراجع الشهر كله. يمكن ما حضرتش كل الأسابيع، يمكن شفت حاجات منها في التلفزيون، ويمكن حضرت نصها أو ربعها. أنا حاولت ألخصها كلها. أنتم شهود يقول الرب، ضرورة موضوع علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. كلنا نقدر نشهد، كلنا كلنا، كل اللي اختبر المسيح عنده حكاية هي بداية علاقته مع ربنا، وعنده حكاية متجددة
كل يوم كل أسبوع كل شهر عنده حكاية يحكيها عن المسيح، عنده رواية هو صاحبها لا تقاوم لأنك أنت بتحكيها بنفسك، حدث بالفعل معي أني كنت أعمى والآن أبصر، أني كنت ضال فوجدت، أني كنت مكسور فجبر كسري، كنت حزين فعزاني، كنت مقيد سكني، كنت أعمى فتح لي عيني فرأيت النور الأبدي. عندك حكاية تحكيها، تحكيها كل يوم، تحكيها لكل الناس، تحكيها بمناسبة وغير مناسبة، حكاية الناس طول الوقت بتحكي حكايات عبيطة مش حقيقية، بعضها تافه، وانت عندك حكاية جميلة حقيقية رائعة. قرر النهاردة هحكي حكايتي واختبر واحكي واختبر واحكي واختبر واحكي لغاية لما الناس تسأل، ولو انا مش عارف اجاوب هقول له تعالى وانظر، تعالى في ناس تقدر تجاوبك، في ناس تقدر ترد على اسئلتك. انا كل اللي اعرفه إني كنت أعمى والآن أبصر. إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعيد بنا لكي يكون ولا نكتفى من كل نعمة نعمة. إذ نسعى عنه ابنسعى عنه كسفراء كأن الله يعيد بنا لكي يكون ولا نكتفى من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني. شكرا لله، شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني. كثيرين يقودك الرب على الدوام، يشبع في الجدود نفسك، ينشط لك عظامك، فتصير كجنة جنة ريا. شكرا لله الذي في موكب النصرة كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني. كسيرين إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعيد بنا لكي يكون ولا نكتفى من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله في كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني. شكرا لله، شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني. اطلبوا الرب. ناس كتير مسافر الاسبوع اللي جاي، مش اجازه والدنيا حر والناس تعبانه تعبانه،
خايفة وتايهة. وعندنا هنا الماء والخبز والتعزية. عندنا المسيح. عندنا يسوع. غمض عينيك. خد لحظات. عايزك بينك وبين ربنا تاخد عهد. عهد مقدس. أصلي إنك تديني فرصة أشهد عنك. يمكن أنا مش كارز بس عايز أكون شاهد بما رأيت وبما سمعت. بما صنعت وبما تصنع معايا في رحلتي معاك. قول يا رب حط على قلبي على الأقل شخص واحد أجيبه معايا الجمعة الجاية. أقول له تعالى وانظر. هو ده يناديك. تعالى وانظر. تعالى جرب. تعالى اسمع. تعالى شوف. مش بحاول أقنعك. أنا بقولك أنا وجدت حاجة حلوة قوي. عايزك تدوقها. تعال جرب. تعال شوف. تعال وانظر. صلي لغاية لما ربنا يحط جواك واحد او اتنين. وقول روحك مش هاجي من غيرهم. على الاقل في واحد هجيبه معايا. هكلمه. هفوت عليه. هدفع أي تمن عشان أجيبه معايا. وجد أخاه سمعان. وجد نثنائيل. دور على حد لغاية لما لقاه وجابه. دور عليه لغاية لما لقاه. وجد أخاه. وجد نثنائيل. قال له تعالى وانظر. خد عهد ان ده مش بس يبقى الاسبوع اللي جاي لكن دي تبقى حياتك. انا شاهد. ويل لي ان كنت لا ابشر. اليوم يوم شهادة ونحن صامتون. خد عهد بينك وبين ربنا ان الشهر ده يغير اسلوب حياتك من الدوران حوالين نفسك. من الانشغال احتياجاتك الشخصية لانشغال بالناس. اتشغل بالناس. اتشغل بالبعاد. اتشغل بالضالين. اتشغل بالمفقودين. هتشوف ربنا ازاي يعتني بيك. ازاي ربنا يسد احتياجك. وانت بتدور على اولاده هو هيخلي باله منك. هو امين. أكرم الذين يكرمونني. الذين يحتقرونني يصغرون. بنطلب اللي في قلبك لبالك نتم مشيتك. وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. بنطلب اللي في قلبك في بلدنا تتم مشيتك. وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. يكون لينا احشاك نبقى بيديك الممدوده. نصنع ايات والكل يعرف اسمك شوق السماء. وينزل إلينا في أرضنا من حولنا. قول كلمتك شعبنا يعرفها شوق السماء. وينزل إلينا من حوالينا.
احنا بنطلب اللي في قلبك يا رب، بنطلب الحب اللي في قلبك يكون في قلبنا يا رب للناس، بنطلب يا رب الغيرة اللي في قلبك على كل واحد بعيد عنك، على كل خروف تايه، على كل واحد مليان بالدموع ورغبته يا رب انه يرجع ليك هنا ويكون معاك طول الأبدية. حط يا رب محبتك في قلبنا، رجع لنا يا رب الدموع على كل البعاد عنك، على شايفينهم بس شايفينهم بأشجار مش كبان أدمين، رجع لنا إحساس بقيمتهم وبغلاوتهم اللي في قلبك تكون في قلبنا. ودينا الأسبوع ده صلوات يا رب، ودينا فعلا نتغير، مش مجرد أسبوع لكن يكون قلبنا زي قلبك مليان بالحب على طول، وعيننا مليانة بالدموع، ركبنا رب سجدة ليك وانتظرة ان اكبر عدد يا رب يقابلنا يكون معانا في الأبدية. حط ايدك على كل واحد يا رب طلبك النهاردة تعمل حاجة في قلبه، وتحط الناس أولوية في حياتنا، واختم بالروح القدس يا رب علينا، ودينا الشجاعة والجرأة والقوة والأناد على كل واحد عشان نشوفه معنا في الأبدية في اسم المسيح يا رب. تفضلهم. ممكن أطلب الشيخ سامي رمزي يصلينا لطلبات الصلاة، بعد كده نختم بالصلاة الربانية والبركة الرسولية مع الأسيس سامح. يا رب نشكرك علشان الرسالة اللي انت كلمتنا بيها النهاردة يا رب. النهاردة جايين نعلن إيماننا انك انت الإله القدير اللي تخلص النفوس في وسطينا. النهاردة يا رب جايين نعلن إيماننا انه يا رب شعب يخلق يا رب جديد، يا رب يجي ينضم لينا يا رب عشان يسبح لإسمك يا رب. تعالى ضع يمينك بالبركة بمسحة غير عادية على كل واحد فينا يا رب، علشان يا رب نكون يا رب شهود أمناء ليك يا رب. تعالى اشفي مرضانا، تعالى اشفي مرضانا، فك يا رب المقيدين، فك يا رب كل اللي رفعوا طلبات يا رب في الطبق دوت أو جواهم طلبات وجايين بيصرخوا إليك في هذه الأيام يا رب. تعالى خلص يا رب، تعالى حرر يا رب، اشفي المقيدين والمأسورين من إبليس يا رب. تعالى يا رب مد إيدك واصنع آيات وعجائب في وسط كنيستك لمجد يسوع المسيح يا رب. نؤمن، نعلن إيماننا إن الزمن اللي جاي زمن الحصاد، نرى يا رب ألافات وملايين يرجعوا للمسيح يا رب في هذا الزمن في وسط أرضنا في اسم المسيح يسوع. اسمعنا، نحن ندعوك بدالة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة وعطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم الآن وإلى كل الدهور. آمين.